بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنستكمل مع بعض حل الكتاب النفيس. في الحلقة اللي فاتت حلينا مع بعض الجزء الخاص بالمصطلحات العلمية. بعض الطلاب يعني ممكن يجي يقول ده المصطلحات يا أستاذ ما بتجيش في الاختبار. لا يا غالي، ممكن يجي لك السؤال في صورة اختياري، يجيب لك العبارة ويسألك تحت منها أربع تعريفات أو أربع مصطلحات مختلفين، ويشوف يا ترى أنت عارف المصطلح ده خاص بأي واحد منهم ولا لأ. تمام؟ فمش شرط، اعتمد ان انت تحل جميع الاسئله اللي موجوده وما تهملش اي سؤال، حتى لو تحس ان هو تافه برضه ذاكر كويس على امل، لان ممكن يجيلك سؤال بسيط والحل بتاعه يكون سهل قدامك. نيجي مع بعض نستكمل السؤال الثاني. بيقول لي صح ما تعطاه خط. قلنا قبل كده يا شباب في حلقه سابقه، صح ما تعطاه خط ليس شرط ان يكون جميع العبارات خاطئه، قد تكون هناك عباره صحيحه وحاطط لك خط ويعني منتظر منك ان انت تعترض وتقول له لا العباره هذه صحيحه ولا يوجد بها اي خطا، فانت لازم تركز في السؤال. تعال نشوف مع بعض. نظريه الخطوط المنزلقه اقترحها العالم هيرشي. هيرشي وتشيز وفرانكلين واتسون وكريك، دول مجموعه من العلماء هنسمعهم في الدي ان ايه. تمام؟ انما عندنا بالنسبه لي الخطوط المنزلقه ده كان عالم اسمه هاكسلي. عالم اسمه ايه؟ هاكسلي. تمام؟ طيب. رقم اثنين، تعتبر القطعه العضليه هي وحده النشاط العضلي. وحده النشاط العضلي؟ لا، هي الوحده الحركيه. انما الوحده البنائيه او التركيبيه للليفات العضليه، الليفات نفسها بتتكون من ايه؟ من وحدات اصغر اللي سميناها القطع. لكن انا لما احب اغير القطع اللي هنا احط مكانها الوحده الحركيه. يزيد عدد العضلات الارضيه بجسم الانسان عن 900 عضله؟ لا، احنا عندنا عدد العضلات قريبه من رقم عدد العظام. العظام 206. تمام؟ كل اللي هنعمله هنشيل السته من اليمين ونوديها في اليسار، يبقى 620 عضله. تمام؟ طيب يعني 620، بعض الناس ممكن يزيد عدد حاجات بسيطة عند بعض الناس، لكن غالبية البشر بيكون 620. كذلك العظام، احنا عرفنا ان العظام 206، لكن في ناس ممكن تزيد، في ناس ممكن تزيد. الاطفال وهي مولودة ممكن يوصل عدد العظام ل 300 عظمة. اغلب الاطفال او الاجنة المولودة بيصل عدد العظام اللي موجود في جسمها لحوالي 270، ده اغلبها، لكن في قد يصل ل 300، لكن مع البلوغ بتوصل ل 206. مع ما نوصل لارز العمر عرفنا ان القطع المخيه بتلتحم مع بعض وتصبح كقطعه واحده لتوقف ايه؟ النمو فيها خلاص. نيجي مع بعض عندنا بالنسبه لرقم اربعه. بيقول لي المناطق نقط هي المسافه بين خطي زد متتاليين. بين خطي زد ورا بعض على طول، يبقى انا كده بتكلم عن تعريف القطعه العضليه. يبقى انا تعريف القطعه العضليه احط مكان المنطقه ايه؟ المطيئه، يبقى انا عندي القطعه العضليه. رقم خمسه، كل 200 ليفه عضليه يمكن ان تحتوي على كم وحده حركيه؟ من واحدة لاتنين؟ لا، احنا عندنا رقم هنقسم عليه. تمام؟ فما نقسم على الرقم بتاعنا اللي هو 5 إلى 100. 5 إلى 100، تعالى اقسم معايا كده. هنشوف 200 على 5 هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا 40. طيب 200 على 100 هيطلع معايا 2، يبقى انا عندي العدد ما بين 2 إلى 40 وحدة حركية. تمام كده؟ انا عارف ان انا عندي ال 5 آلياف العضلية ل 100 ليف عضلي محتاجين وحدة حركية واحدة. تمام؟ ما بين يعني الوحدة الواحدة اللي القدرة على التحكم ما بين 5 إلى 100. فجاي بيقول لي 200، يا ترى ال 200 دول محتاجين كام؟ واحدة لاتنين بس؟ لا، أنا أقوم قاسم عندي ال 200 على 5 يطلع عندي أكبر عدد اللي هو ال 40. ال 200 على 100 يطلع عندي أصغر عدد اللي هو ال 2، فيبقى أنا عندي محتاج ما بين 2 ل 40 وحدة حركية، تمام؟ وليس 1 إلى 2 وحدة حركية. طيب نمسح ده كده. نيجي مع بعض رقم 6، تتكون المناطق الداكنة للعضلات الهيكلية من خيوط داكنة. داكنة، يبقى أنا عايز حاجتين، عايز ميوزين وعايز أكتين. عايز ميوزين وعايز إيه؟ أكتين. أنا عندي خيوط الأكتين السميكة، الأكتين مش سميك، ده الأكتين رفيع، يبقى الأكتين الرفيعة والميوزين السميكة. أقول له الاتنين مع بعض، الأكتين والميوزين، ماشي مش الحاجة. نيجي رقم 7، تتكون المناطق شبه المضيئة في العضلات الهيكلية من خيوط الأكتين الرفيعة. شبه مضيئة يعني الإضاءة بتاعتها نص. طب الإضاءة لما تكون نص، يا ترى أكتين بس ولا ميوزين بس ولا الاتنين مع بعض؟ لسه قايلين فوق إن الاتنين مع بعض بيكون المنطقة داكنة مظلمة، لكن الأكتين لوحده بيكون إيه؟ مضيء. إنما شبه المضيئة بيكون ميوزين فقط، فإحنا بدل الأكتين الرفيعة دي هنشيلها ونحط مكانها الميوزين السميكة. رقم 8، تتكون المناطق المضيئة للعضلات من خيوط، لسه قايلينها من لحظة، ها خيوط مين؟ بدل الميوزين هنحط الأكتين الرفيعة. نيجي رقم 9، يوجد انزيم نقط في نقاط الاتصال العصبي، لسه قايلينه من شويه في حلقه سابقه او في فيديو سابق، هنقوله تاني دلوقتي، ان احنا عندنا في انزيم وحيد ما بين الاعصاب والعضلات او ما بين الخلايا العصبيه والخلايا العصبيه في المشتبكات. تمام؟ اي مشتبك سواء عصبي عضلي او عصبي عصبي
او حتى عصبي غدي، تمام، بنلاقي المشتبكات دي كلها فيها انزيم اسمه كولين استريز، عكس الاسيتيل كولين، كولين استريز، تمام. هو الانزيم ده المسؤول عن تحطيم الاسيتيل كولين وتحويله الى كولين محمض. خليك يساعد نقط في تكوين الروابط المستعرضه. العنصر اللي بيدخل عندنا في تكوين الانقباضات او حدوث الحركه في العضلات هو عنصر الكالسيوم، فبنقول له ايون الكالسيوم او سي اي موجب 2، الاثنين صح. رقم 11، يعتبر الجليكوجين هو المخزون الفعلي. المخزون الفعلي هو الاي تي بي، مخزون فعلي هو اي تي بي، المباشر هو اي تي بي اللي بيدينا طاقه مباشره على طول بنستخدمها في حدوث الحركه العضليه. ما اقدرش اجيب جليكوجين واقول العضله يا عضله انقبض، لازم الجليكوجين يتحول لسكر جلوكوز، وبعد ما يتحول لسكر جلوكوز يتكسر باستخدام التنفس الهوائي وينتج منه 38 اي تي بي، يبقى في الحاله ديتي انا عندي سكر بتاع طاقه مباشره او مخزون فعلي استخدمه في الحركه. رقم 12، يتكون حمض الستريك في العضلات عند اجهادها. احنا قلنا عند حمض الستريك اللي هو حمض الليمون، هل جسمنا بيطلع ليمون؟ لا، تمام. حمض الستريك ده في الموالح، احنا عندنا حمض اللاكتيك هو اللي بيكون في العضلات في حاله الاجهاد. يرمز للمنطقه المضيئه بالرمز مضيئه، ماشي، برمز ايه؟ ده بالرمز اي، تمام. ايه خاص بالمنطقه الداكنه؟ تمام، ايه خاص بالمنطقه الداكنه؟ اتش بالشبه مضيئه. نيجي مع بعض للسؤال اللي الكل منتظره، المحور الثالث، اختار الإجابة الصحيحة. نيجي الأول سؤال معانا، بيقول لي أي من الوظائف التالية تقوم بها العضلات الهيكلية؟ عضلاتك الهيكلية إرادية ولا لا إرادية؟ برافو عليك، عضلات إرادية مخططة. طيب تعالى نشوف إيه اللي موجود قدامنا هنا ده إرادي. عندنا نبض القلب، نبض القلب إرادي ولا لا إرادي؟ تقدر تتحكم في قلبك، تزود ضرباته، تقلل ضرباته وأنت قاعد حاليا؟ طب لا، لأنه لا إرادي. تقلص الأوعية الدموية، الأوعية الدموية عندنا شرايين، شرايين نابضة فيها مجموعة من العضلات الملساء، هل إرادية تقدر توقفها أو تحركها؟ برضه لأ. توسيع حدقة العين، لو في ضوء جه على عينيك، تمام، أو لو النور قطع هتجي تبص تلاقي في البداية ما أنتش شايف، الرؤية ضعيفة، لكن بعد دقايق بسيطة هتبدأ تلاحظ حاجات موجودة في الظلام رغم إن هو نفس الظلام اللي كان موجود في الأول. إيه اللي حصل لحدقة العين؟ حدقة العين عندك بدأت تتسع، وممكن تجربها تقف قدام المراية وتجيب الفلاش بتاع الموبايل وتقربه لعينيك، هتلاقي الحدقه بتاع العين اللي هي النقطه اللي في النص او بنسميها بؤبؤ العين، تمام، بتبدا تتسع او تضيق على حسب كميه الضوء. فتوسيع حدقه العين مالكش تحكم فيها، الضوء هو اللي بيأثر عليه، فدي لا اراده. انما حركه عينيك يا استاذ معناها بتقفل وحيدا، مفيش مشكله، في اشارات بتيجي من الدماغ لعضلات العين ان هي كل ثواني معينه كده تبدا ايه ترمش. طب الرمشه دي فايدتها ايه؟ تنظيف لعينيك، زي المساحات بتاع السياره بتيجي مثلا كل ما يجي عليها شويه تراب ولا حاجه تقوم انت محرك المساحات منظف الازاز بتاع السياره. اهو ده نفس الشيء عندك، عينيك طول الوقت بيجي عليها ميكروبات، بيجي عليها اتربه. طب يا استاذ ده الهواء نظيف؟ لا الهواء مش نظيف، اي شعاع بسيط نازل من اي شباك، تعالى بص للشعاع الضوء الرفيع كده هتلاقي فيه ايه، غبر صغير جدا قاعد بيتحرك في قلب الشعاع الضوء الرفيع ده. طيب الغبر ده او التراب ده بيجي على عينيك، فطول الوقت عينيك بيجي عليها اتربه من دي انت ممكن ما تلاحظهاش، وده كرم من ربنا لان احنا لو لاحظناها هتبقى مصيبه طول الوقت تعبانين نفسيا منها، لكن احنا ما بنشوفهاش، فبالتالي كل فتره بتبدا عينيك تعمل الرمشه اللي انت بتحدث منك لا ارادي، اه، لكن انت ممكن تقفل عينيك تفتحها، تمام، ده بالنسبه للجفن العين. طيب لو العين نفسها بتبص يمين، اللي هي نقطه سؤالنا دلوقتي حاليا، حركه العين، حركه العين عايز تبص يمين بتقوم محرك عينك لليمين لليسار لفوق لتحت، كل الحركه اللي انت بتعملها دي حركات إرادية، تمام. يبقى جفن العين لو جابهولي مثلا في سؤال اه يمشي معايا إرادة، تمام، لكن في جهاز بيتحكم فيه او اعصاب بتتحكم فيه تحدث منه بعض الحركات اللا إرادية، لكن لو انا قلت لك اقفل عينيك افتحها هتقدر ولا لا؟ هتقدر. يبقى حركة العين او جفن العين الاثنين تخضع لعضلات إرادية. طيب نيجي مع بعض الرقم 2، يحتوي جدار القناة الهضمية والأوعية الدموية على عضلات تتميز بأنها جدار القناة الهضمية والأوعية الدموية ترى إرادية ولا لا إرادية؟ لا إرادية. يبقى أنا أدور على كلمة ملساء أو قلبية، هم الاتنين الموجودين عندنا. طب أنا بتكلم عن قناة هضمية إن الاتنين لا إرادية، أه، يبقى أنا بدور على ملساء بس. طيب هل هي مخططة؟ الملساء بتكون مخططة؟ بالطبع لا، تشبه في التركيب عضلة القلب، اللي بيشبه في التركيب إن هو عبارة عن خطوط أو ألياف عضلية مستطيلة موازية لبعضها، لكن بالنسبة للقلب بيكون فيها تقاطعات أو ترابطات، تمام، ما بينهم ما بين بعض زي المنظر اللي انا رسمته دلوقتي حاليا، ده بس بيكون القلب، انما بالنسبه للعضلات الهيكليه بيكون مخططه فقط، خطوط موازيه لبعضها، تمام. طيب بالنسبه لاليافها عديده الانويه، عديده الانويه هي دي برضه المخططه اللي هي الهيكليه، لكن تنقبض لا اراديا، ايوه هي دي العباره الوحيده الصحيحه. نوعا نيجي الرقم 3،
العضلات الملساء تتكون من خيوط تشبه إلى حد كبير خيوط مين؟ العضلات الملساء عرفنا، أو العلماء نظرية هاكسلي ما قدرتش تفسر لي آلية انقباض العضلات الملساء، هي فسرت المخططة سواء كان هيكلية أو قلبية. طب إحنا دلوقتي عندنا بالنسبة للعضلات الملساء، يا ترى الملساء الحركة بتاعتها نظامها إيه؟ تمام؟ فالعلماء قالوا ده هي تقريبا فيها خيوط شبه خيوط الأكتين، تمام؟ اللي موجودة في العضلات، فيها خيوط شبيهة على خيوط الأكتين اللي موجودة في العضلات الهيكلية أو القلبية. طب ما فيش فيها ميوسين؟ قال لك لا ما فيش فيها ميوسين. ففي الحالة دي كلمة ميوسين مرفوضة عندنا في جميع الأحوال، تمام؟ ألف وباء طبعا، طالما أنا رفضت واحدة ما ينفعش معانا، فإحنا عندنا الإجابة الصحيحة هي وجود الأكتين الموجود في العضلات الإرادية أو الهيكلية. نيجي رقم 4، استمرار تحرك الدم في الأوعية الدموية يرجع إلى الدم ليه بيتحرك عندي بشكل مستمر في الأوعية الدموية وليس في القلب؟ القلب بينبض، تمام، في عضلات قلبية وبتنقبض بمرور الوقت من ساعة ما ربنا بيبعث فينا الروح احنا في بطن الوالدة لحد ما المولى بيأذن ان هو يقبض الروح تاني، تمام، يبدأ يتوقف القلب عن العمل. طول الفترة اللي ما بينهم شغال بشكل مستمر، إلا في بعض الحالات الصحية ممكن واحد قلبه يتوقف عن العمل، لو سيبناه هيموت، لكن لو لحقوا الإسعاف بالإنعاش القلبي، تمام، سواء كهربائي أو الإنعاش اليدوي، ممكن يرجع تاني، إيه، القلب ينقبض من تاني ويرجع معانا للحياة، لكن هو عمره لسه مكتوب فيه، تمام، يعني ربنا عارف العمر ومحدد العمر، تمام، فإذا كان حد هينقذه أو ما ينقذوش ده إيه، ربنا محدد كل الكلام ده. لكن نرجع عندنا، ليه الدم بيتحرك في الأوعية الدموية؟ أكيد الأوعية الدموية فيها عضلات. طيب نوع العضلات اللي موجودة فيها عضلات تنفع قلبية؟ لا، ما مش القلب، نحن بنتكلم عن أوعية دموية. تنفع هيكلية؟ الهيكلية مرتبطة بالعظام، هل الأوعية الدموية مرتبطة بالعظام؟ ملهاش ارتباط بالعظام، أي نعم بتمر جنبها لكن مش مرتبطة بيها، تمام، زي العضلات الهيكلية. أه، يبقى أنا عندي نوع من العضلات الملساء. طب يا ترى، تعالوا نشوف بقى الأسئلة، انقباض وانبساط العضلات الملساء الموجودة في جدرانها بصفة مستمرة؟ أيوة فعلا بتنقبض عندي بشكل مستمر، صح. انقباضها بيكون عندي لا إرادي؟ أيوة فعلا بيكون عندي لا إرادي. احتواءها على القطع العضلية، قطع عضلية، أهو ده القطع العضلية دي بتاع الهيكلية ولا بتاعت الملساء؟ بتاع الهيكلية، ينفع معانا في الملساء؟ لا، يبقى العبارة ديتي تشطب. أه، كل من ألف وباء، يعني ألف وباء الاتنين صح، أه عرفنا إن الاتنين صح، يبقى أختار ألف وباء. نيجي مع بعض رقم 5، الناقل العصبي الذي يفرز في منطقة التشابك العصبي العضلي هو الناقل العصبي اللي بيفرز في منطقة التشابك العصبي العضلي. احنا عرفنا ان في ناقل عصبي وفي انزيم خاص بيه، تمام. الناقل العصبي عندنا اسمه اسيتيل كولين، لكن انزيمه اسمه كولين استريز. فلو سأل عن الناقل يبقى اسيتيل كولين، لو سأل عن انزيم كولين استريز. انما الهرمونات الادرينالين والنور ادرينالين دول بيفرزوا عندنا من نخاع الغدة الكظرية نتيجة تنبيه عصبي، اي نعم بيوصل لها عصب، بس ده عصب مع غدة اللي هي الغده الكظريه، نخاع الغده الكظريه، ففي الحاله دي بتبدا تفرز لي الهرمونين دول، تمام. لو قال لي تشابك عصبي غدي زي ما هنعرف بعد كده في المستقبل في اسئله جايه، اه يبقى انا في الحاله دي هختار الادرينالين او اخوه نور ادرينالين او ابنه نور ادرينالين. طيب نيجي مع بعض الرقم 6، عندما يصل السيال العصبي الى النيات العصبيه للخلايا العصبيه الحركيه فانه يعمل على السيال العصبي. لما يوصل النيات العصبيه للخلايا العصبيه، يعني لسه ما زلنا في الخلايا العصبيه، يا ترى هيعمل ايه؟ خروج ايونات الكالسيوم، احنا شفنا قبل كده في فيديو سابق ان ايونات الكالسيوم بتدخل جوه الخليه العصبيه، جوه الخليه العصبيه في التشابك اللي موجود فيها او في المشتبك نفسه او في الذر المشتبكي، تمام. فديت خروج ايونات الكالسيوم من داخل الليف ده خطأ، تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض، تحرر الكولين ستريس في الشق التشابكي، احنا لسه اصلا ما طلعناش الاسيتيل كولين، ده السائل لسه واصل، احنا ما خرجناش الاسيتيل كولين، فاحرر الكولين ستريز؟ لا، والكولين ستريز مش هيتحرك لانه هو موجود عندي بشكل شبه مستمر، تمام، بس بيطلع على الاسيتيل كولين ينبه ومباشره الكولين ستريز بيخش يخلص عليه. طيب نيجي مع بعض للرمز بقى، تحرر الاسيتيل كولين في الشق التشابكي، تحلل الاسيتيل كولين الى كولين وحمض خليك. تحلل ده بيكون اخر حاجه عندي، تمام، مش في لحظه وصول السيال، فيبقى تحلل ده مشطوب عندنا، لكن تحرر الاسيتيل كولين في الشق التشابكي هو ده الصح. لو جاب لي قبل منها دخول ايونات الكالسيوم اقول له هي الاول، يعني لو افترضنا بدل ما قال لي خروج ايونات الكالسيوم من الليف العضلي، لا، قال لي دخول ايونات الكالسيوم الى داخل الخليه العصبيه او الذر التشابكي او نهايه الخليه العصبيه، اختارها هي الاول، لان مجرد ما السائل بيدخل
اول حاجه بتدخل بعد منه على طول الكالسيوم، بعد منه بتبدا تتحرر اسيتيلكولين من النواقل العصبيه. وفي فيديوهات سابقه انا شرحت الكلام ده فيها بالتفصيل، لو انت الجزئيه مش واضحه ممكن ترجع للفيديوهات، ولو احتجت اي حاجه انا موجود معاك سواء في التعليقات او على جروب التليجرام. نيجي مع بعض لرقم 7. في العضلات الهيكليه يرمز الحرف اي. احنا عرفنا الرموز اللي موجوده عندنا في القطع العضليه، تمام؟ اضيفها لكم فوق في الصوره، يعني اضيفها لكم في الجزئيه دي. ثواني، ده سؤال 7. بنقول عندنا بالنسبه للرموز عندنا في حروف، في اي وفي اتش وفي اي. اي ده رمز المنطقه المضيئه، اي ده رمز المنطقه المضيئه، تمام؟ طب بالنسبه لاي ده رمز المنطقه الداكنه، حلو. طب رمز اتش للمنطقه شبه المضيئه، يعني لو جاب لي اتش قالوا شبه المضيئه. طب حرف زد برمز لي لمين؟ هل للمنطقه المضيئه ولا المنطقه الداكنه ولا الخط الداكن ولا المنطقه شبه المضيئه؟ ركز في السؤال ده، السؤال ده عندنا ممكن يتوه بعض الطلاب. هل هو برمز للمنطقه المضيئه؟ المنطقه المضيئه اتفقنا ان هي لسه يعني ما ينفعش معاه. هل برمز للمنطقه شبه المضيئه؟ شبه المضيئه اتفقنا ان هي اتش، يبقى مرفوضه معاه. بقى عندي منطقتين، منطقة داكنة وخط داكن، منطقة داكنة وخط داكن. المنطقة الداكنة لسه قايل لنا حرف ايه؟ ما عادش عندها لمين؟ الا الخط الداكن. طب ليه المصطلح ده؟ ما هو الخط اللي بيكون في الجانبين على جانبي القطعة العضلية يمين وشمال، تمام؟ فلونه بيكون داكن فيسمى الخط الداكن وليست المنطقة الداكنة. المنطقة الداكنة اللي بيكون من اول الميزين للنانوميزين اللي بعد منه زي ما هو واضح في الصورة فوق. نيجي مع بعض للرقم 10. جاي بيقول لي في العضله الهيكليه يرمز الرمز اتش. خلاص لسه قايلين اتش المنطقه ايه؟ شبه المضيئه. طيب رقم 11، المنطقه التي تختفي عند انقباض الليفه العضليه هي المنطقه. مين المنطقه اللي بتختفي؟ مين المنطقه اللي بتختفي؟ تمام، هنيجي نشوف مع بعض. احنا عندنا في اثناء حركه القطعه العضليه في منطقتين بيصغروا معانا في الحجم، تمام، لكن في منطقه بتختفي منهم كليا، منطقه بتختفي منهم كليا. ثواني نجيب الصوره ونشرح عليه. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره، تمام، ممكن اعمل زوم على الجزء ده. زي ما احنا شايفين عندنا ادي منظر القطعه العضليه من اول الخط ده للخط ده، ده يمثل عند قطعه عضليه واحده. طيب الخط الداكن ده في الجانب الايمن او في الجانب الايسر سميناه خط زد، خط زد. طيب المنطقه اللي موجوده عندي في النص هي مين؟ المنطقه اتش، ودي في نص قطع الميوزين. لكن لو جيت من اول الميوزين عندي للميوزين اللي موجود ورا منه هنا بنسمي المنطقه دي اسمها منطقه داكنه. في خطا، زي ما احنا شايفين في الصوره قدامنا هنا يا شباب، هنلاحظ عندنا ده البيانات كامله. ايه هي؟ ان احنا عندنا في خط متعرج على اليمين وخط متعرج على اليسار، سمينا كل خط منهم اسمه خط زد. طيب المنطقه اللي موجوده عندي في النص، عندنا في حاجتين في النص. لو جبت خط الميوزين مع الارتين من اول النقطه دي لحد النقطه دي بنسمي المنطقه دي اسمها منطقه داكنه. المنطقه داكنه دي عشان فيها ميوزين ارتين، ميوزين ارتين، ميوزين ارتين بالتبادل مع بعض سواء في الجانب ده او في الجانب ده. فبالمره اخذنا الميوزين معاهم من النص فسمينا المنطقه من اول هنا لاول المنطقه هنا بنسميها المنطقه الداكنه او رمزنا لها بالرمز ايه. لكن لما جينا للمنطقه اللي فيها الميوزين فقط اللي هي المنطقه اللي عندي في النص هنا، ده سميناها المنطقه شبه المضيئه. طب شبه المضيئه ليه؟ لان فيها ميوزين فقط. طيب عندنا بالنسبه للخيوط دي خيوط اكتين، فسمينا المنطقه الخاصه بها اسمها منطقه مضيئه. وناخد بالنا ان ده الجزء الوحيد اللي اتقسم عندي نصفين، نصف في كل قطعه عضليه. يعني المنطقه المضيئه عند اي دي تعتبر كلها من اول طرف الميوزين من هنا لاول طرف الميوزين في القطعه العضليه الاخرى، سمينا كل المسافه النص ما بينهم اسمها منطقه مضيئه، وقسمناها عندنا لنصفين، نصف ايمن ونصف ايسر. طيب اثناء الانقباض العضلي لما خط الاكتين ده يدخل على المسافه دي وخط الاكتين ده يدخل على المسافه دي، هلاقي عندنا مثلا ده وليكن دخل نص سنتي وده دخل نص سنتي، هل المسافه اللي هنا اختفت؟ لا، ده هنا في جزء لسه هيفضل منها. فالمنطقة شبه بتاع المنطقة المضيئة هيفضل فيه جزء منها، لكن المنطقة الشبه المضيئة هي اللي هتنعدم، وبتنعدم أثناء الانقباض العضلي يعني القوي لما يكون في شدة في الانقباض، تمام، واخد الذروة بتاعت الانقباض العضلي، تمام، أو التوتر العضلي أقصى شيء. ففي الحالة دي شبه المضيئة دي هتختفي كليا، لكن المنطقة المضيئة هتكون كسرت، والمقدار النقص هنا
هو يقابل مقدار الزيادة هنا أو النقص هنا، يعني ده لما يقل عندنا في المساحة بتاعته هيكون بسبب إن خيوط الأكتين تداخلت معاه. تمام كده يا شباب؟ يبقى وضحت؟ نيجي على السريع، خط زد، خط زد المسافة بينهم سميناها قطعة عضلية، عندنا في ثلاث مناطق موجودين، منطقة مضيئة بتشمل عندي نصفي قطعة عضلية من كل جانب، تمام، النص من هنا والنص من هنا، عندنا من أول خيط الميوزين في قطعة عضلية إلى خط الميوزين من القطعة العضلية الأخرى. عندنا في نص القطعة العضلية في منطقة سميناها المنطقة الداكنة وبتشمل الأكتين والميوزين مع بعض، على عكس المضيئة بتشمل الأكتين فقط. طب بالنسبة للشبه المضيئة توجد في منتصف القطعة العضلية وتشمل الميوزين فقط، تمام. النقص في مساحة منطقة شبه المضيئة يعادله نقص في منطقة المضيئة، يعني النقص ده ينقص هنا هيكون بسبب دخوله هنا، فهيقلل من المساحة من هنا ويقلل من المساحة من هنا، لكن المنطقة المضيئة سيظل جزء منها مضيء، تمام، هيفضل عندي جزء لسه فيه إضاءة، تمام، لم يتصل كليا، يعني مش ده مش هيلمس ده، مش هيوصل ل 100%، لا هيوصل مثلا لحد النقطة دي، فيتبقى عند المسافة ديتي فيها إضاءة. طيب عرفنا مع بعض إن كلهم بيساووا بعض ما عدا المنطقة المضيئة بتزيد واحد عن القطعة العضلية، يعني المنطقة اللي قدام مني دي قطعة عضلية، القطعة العضلية لها كام منطقة مضيئة؟ لها منطقة مضيئة هنا ولها منطقة مضيئة هنا، أي نعم نصها في المكان ده ونصها في المكان ده. طيب بالنسبة عندنا خط زد، عرفنا إن القطعة العضلية دي واحدة، لها كام خط زد؟ لها خطين، يبقى خط زد بيزيد واحدة، المنطقة المضيئة بتزيد واحدة عن القطعة العضلية. نرجع مع بعض للأسئلة بتاعتنا. جاي بيقول لي رقم 11، المنطقة التي تختفي عند انقباض الليفة العضلية، مين اللي يختفي؟ هل ايه تختفي؟ عرفنا ان ايه لا تتغير، ثابتة معانا، تمام. طيب زد، هل زد هيختفي؟ اللي هو خط زد يمين وشمال، لا هيفضل موجود معانا. فضل عندنا مين؟ اتش واي، اتش اللي هي شبه مضيئة واي اللي هي المضيئة. احنا لسه شايفين مع بعض في الصورة ان اي هتقل اب لكن لن تختفي، انما لا يختفي عندنا الاتش، تمام. يبقى الاجابة بتاعتنا هتبقى مين؟ الاتش هي الاجابة، انما الاي لا تصلح. نيجي مع بعض عندنا بالنسبة لي رقم 12، يوجد الخط الداكن في منتصف، الخط الداكن في منتصف مين؟ ها لسه خط الداكن قصده اللي هو خط زد، يعني ترى زد موجود فين بالظبط يا شباب؟ هل في المنطقة المضيئة ولا في المنطقة الداكنة ولا في الخط الداكن ولا في الوحدة الحركية؟ بقول لي في منتصف الخط الداكن، هو في الخط الداكن، يوجد الخط الداكن في منتصف الخط الداكن، ده طبعا مرفوض. في منتصف الوحدة الحركية، الوحدة الحركية اللي هي الخلية العصبية الحركية اللي بتتحكم في العضلات، لا ما تمشيش معاه. فضل عندنا منطقة مضيئة ومنطقة داكنة، ها الخط ده كان في منتصف المنطقة الداكنة، ده اللي في نص المنطقة الداكنة اللي هي شبه مضيئة، فدي المرفوضة، لكن يقع في المنطقة المضيئة، هي دي الإجابة بتاعتنا اللي مطلوبة. تمام كده؟ إن أنا عندي بلاقي خط زد موجود وطالع منه حاجتين من هنا حاجتين من هنا، فبنلاقيه في منتصف المنطقة المضيئة. طيب رقم 13، توجد المنطقة شبه المضيئة في منتصف، شبه المضيئة لسه شايفينها مع بعض، في منتصف مين؟ المنطقة الداكنة. خط ده كان ما يصلحش اللي هو خط زد، ما ينفعش. المنطقة المضيئة برضه ما تنفعش، الوحدة الحركية لا تصلح بقى. نيجي الرقم 14، في التركيب العضلي يشير الساركوبلازم، الساركوبلازم إلى إيه؟ ساركوبلازم سيتوبلازم، ساركوبلازم سيتوبلازم، اربط الكلمتين مع بعض، ساعة ما أشوف كلمة بلازم في النهاية يبقى أنا بتكلم عن سيتوبلازم. هل الغشاء؟ لا. هل الليفات؟ هل اكتين وميزين؟ لا، ده بيرمز عندنا للماده الحيه اللي هو السيتوبلازم الموجود جوه الخليه او البروتوبلازم، تمام. طيب نيجي مع بعض عندنا ل 15، في بعض الطلاب بتسال ما بين الفرق ما بين البروتوبلازم والسيتوبلازم. خد بالكم يا شباب ان الخليه بتاعتنا بتحتوي على نواه وبتحتوي على سيتوبلازم. النواه فيها سائل بنسميه النيوكليوبلازم اللي هو السائل النووي. السائل النووي بالاضافه للسيتوبلازم الاثنين مع بعض بنسميه بروتوبلازم. الاثنين مع بعض بنسميها بروتوبلازم. بعض الخلايا لا تحتوي على نواه زي مثلا كرات الدم الحمراء، يبقى اللي جواها سيتوبلازم فقط، لان النواه اللي فيها تحللت ما هيش موجوده، تمام، فبنسميه سيتوبلازم وخلاص. نيجي مع بعض الرقم 15، في التركيب العضلي يشير الساركوليما، ساركوليما ليما، يبقى انا بتكلم عن غشاء الليفه العضليه، غشاء الليفه العضليه. المادة الحية اللي هو البروتوبلازم، لا قلنا لا، اللي هو الساركوبلازم عندنا ما يصلحش، الأكتين والميوزين برضه لا يصلح، غشاء الليفة، لا ما جبناش سيرة غشاء الليفة، احنا اللي جبناه عندنا اللي هو غشاء الليفة. طيب نيجي مع بعض الرقم 16، بيقول لي في تركيب العضلات الهيكلية المسافة بين كل خطي داكنين، يعني المسافة بين كل خطي زد، مش عايز يقول لي خط زد بشكل مباشر، عايز يجيبها لي خطي داكنين عشان يتوه الطالب ما بين المنطقة الداكنة والخط الداكن. فطبعا ده تعريف مين؟ القطعة العضلية. رقم 17، الروابط المستعرضة
الروابط المستعرضة في العضلات الهيكلية تمتد من خيوط الأكتين لكي تتصل بالميوزين، تمتد من خيوط الميوزين لكي تتصل بالأكتين، تتكون بمساعدة أيونات الكالسيوم كل من ألف وجيم كل من باء وجيم، واحدة واحدة كده. الخيوط الروابط المستعرضة احنا شفنا قبل كده في الروابط المستعرضة إن هي بتطلع من مين؟ من خيوط الأكتين والميوزين. تعالوا نشوفها كده مع بعض تاني على السريع في الفيديو. أدي عندنا الروابط المستعرضة، ده مين؟ ده الميوزين. وده مين؟ ده الاكتين. طب الرابط طالع من مين؟ طالع عندي من الميوسين اللي رايح للاكتين. ايوه، يبقى ينتج من الميوسين. طيب ادي اول نقطه موجوده معانا. يبقى لما يجي يقول لي تمتد من خيوط الاكتين او لا، انما تمتد من خيوط الميوسين لتتصل بالاكتين، اقول له برافو عليك، حلوه دي. طيب تتكون بمساعده ايونات الكالسيوم. انا عارف ان ايونات الكالسيوم مهمه جدا معايا في حدوث الانقباض العضلي. طب مهم ازاي؟ فكرني. تعالى كده بالراحه، هنلاقي عندنا هنا اهوتي ادي ايونات الكالسيوم وهي جايه عشان ترتبط بالتروبونين. ادي منظرها، مجرد ما ارتبطت بالتروبونين هتسحب خيوط التروبوميزين، فالروابط المستعرضه هتبدا عندي ترتبط بخيوط الاكتين. بدون الكالسيوم مستحيل تنكشف اماكن الاتصال وترتبط الروابط المستعرضه والجسور المستعرضه. يبقى الكالسيوم مهم. ايوه الكالسيوم مهم عندي. اللي جاي منين؟ اللي جاي من الشبكه السربوبلازميه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. مجرد ما النبضه العصبيه بتوصل بتبدا الحويصلات تخرج النواقل العصبيه اللي فيها، تروح على الاشاره على الشبكه السربوبلازميه. خد بالك ان ده كله ليف، ودي بنسميها وحده حركيه عندنا. ادي عندنا النواقل العصبيه وصلت، وبناء عليه هتبدا الاشاره تتنقل. يبقى تتكون بمساعده ايونات الكالسيوم، برضو العباره دي عندنا صحيح. تمام. طيب الف وجيم، الف عرفنا ان هي خاطئ فلا تصلح دي. تمام. فاضل عندنا مين؟ كل من باء وجيم. ادي باء صحيحه وجيم صحيحه. ايوه اختار انا عندي العباره ها، يبقى هي دي اصح واحده في